السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلبة وطالبات الثانوية العامة. معكم مستر محمد الديب مدرس اللغة الإنجليزية للثانوية العامة. السنة إن شاء الله هنبدأ نشتغل مع بعض محاضرات لشرح منهج الصف الثالث الثانوي. إن شاء الله تبقى سنة سعيدة والناس ربنا يسهل تستفاد، وإن شاء الله تبقى حاجة مفيدة ليكم بإذن الله، كلنا تبقى حاجة كويسة لينا وكلنا نستفاد. النهارده هنبدا باول محاضره ان شاء الله هنشتغل مع بعض في يونت 1 في المنهج بتاعنا. احنا هننزل لكم المذكره فيها الفوكاب كلمات الحفظ ونبدا نشتغل عليها، وهنبدا نشتغل مع بعض دلوقتي في الجزء اللي هو الاهم اللي هو الجزء الجرامر بتاع يونت 1. عايزين نبص مع بعض كده يا شباب ونحاول نشوف كده ونركز مع بعض. اول درس عندنا السنه دي في المنهج بيتكلم عن ايه؟ اول درس عندنا مع بعض بيتكلم عن حاجه اسمها زي future tenses. طبعا ده الخط بتاع البورد. future tenses. future tenses عندنا هنتكلم عن استخدامات. اول حاجه هنتكلم عن استخدامات will plus الانفينيتيف يعني will والمصدر. خلي بالك سنه ثالثه في جمل معينه لو جات لنا في الامتحان لازم نستخدم فيها will. زي ايه مثلا يا جماعه؟ مع بعض كده. لو لقيت الجملة فيها حاجة اسمها future facts. يعني future facts يعني حقائق مستقبلية. أي جملة فيها حقيقة أو أي حاجة معلومة ثابتة مش هتتغير، دايما نختار معاها كلمة will. أقرب مثال دايما بيجي لنا لما يجيب لي جملة فيها عمر إنسان. My daughter is based 30 years next month. بنتي هتتم 13 سنة الشهر الجاي. لما يجي لك جملة زي كده في الامتحان هتبدأ تختار ايه يا شباب؟ هتبدأ تشوف الجملة دي بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن عمر الإنسان. وعمر الإنسان زي ما قلنا ده يعتبر حاجة فيوتشر، حاجة مع فيوتشر، يبقى أنا اختار كده بروح أقول له will be. ليه اخترت will؟ لان عمر الانسان حقيقة ثابتة، حاجة مش هتتغير، فدايما اختار مع اي جملة هتجيلي فيها عمر انسان اختار will be. طيب نمبر 2 رقم 2 اختار امتى will؟ اختار will يا شباب لو الجملة اللي عندي جاتلي في امتحان فيها حاجة اسمها predictions. predictions يعني تنبؤات. اي جملة بتنبأ النهاردة في ماتش. what do you think will happen؟ ايه اللي هيحدث؟ I think our team will win. يبقى انا عايز احفظ الشباب كده بعض الكلمات زي I think انا اعتقد، I expect انا اتوقع، I predict انا اتنبأ، I am sure انا متأكد. لو الجملة فيها كلمة اسمها perhaps يعني ربما، لو فيها يا شباب حاجة اسمها I hope أنا أأمل، I am afraid أنا خايف، كل الكلام ده لازم تحفظ. لو في عندي كلمة اسمها probably يعني احتمال، أو possibly يعني ممكن. خلي بالك يا سنة تالتة لازم الكلمات دي تحفظ. ليه؟ لأن الكلمة اللي فيها I think I expect أي كلمة من الكلمات اللي قدامك دي لازم تختار فيها كلمة will، لازم اختار فيها كلمة will. يبقى لو جالي جملة في الامتحان وقال لي مثلا مع بعض كده، قال لي يا شباب، قال لي مثلا I think انا اعتقد ان he is best get high mark. انا اتوقع، انا اعتقد ان هو هيجيب درجة عالية. يبقى انا في الامتحان اختار كلمة will. ليه اخترنا كلمة will؟ لأن هنا I think أنا أتوقع، أنا أعتقد. نمبر 3 رقم 3 عندنا في استخدامات will حاجة اسمها quick decision. يعني إيه سنة ثالثة quick decision؟ يعني حاجة اسمها قرار سريع. خلي بالك سنة ثالثة الـ quick decision بالذات ملوش حاجة نحفظها. يعني لما جينا اتكلمنا شباب عن الـ future facts حقائق مستقبلية قلنا مع بعض كده؟ قلنا لما يكون الجملة دايما فيها عمر انسان بيعرفني دي future fact. البريدكشنز التنبؤات قلنا في كلمات بنحفظها
زي اي ثينك اي اكسبكت اي بريدكت، اي واحده من دول بتعرفني ان ده تنبؤ، فبختار على طول كلمه اللي هي ويل. انما الكويك ديسيجن ده عايز فهم شويه. دايما هتلاقي اتنين بيتكلموا مع بعض، واحد بيقول لصاحبه علي از ان هوسبيتال، علي في المستشفى. التاني اول ما يسمع او اي ويل فيزيت هيم، هروح ازوره. واحده تقول لصاحبتها ذيس دريس از نايس، فستان ده جميل، اي ويل باي ات، هشتريه. يبقى دايما الكويك ديسيجن هنعرفه لما يكون في اتنين بيكلموا بعض. يبقى انا مع بعض كده يا شباب عايز ادي مثال على الكويك ديسيجن. ادي رقم ايه، بيقول لصاحبه اي ام جوينج، اي ام جوينج تو ذا شوب، انا رايح المحل. معلش يا شباب موضوع الخط ده الكتابه عشان السبوره الالكترونيه، انما المذكره فيها كل الكلام ده بالراحه. الثاني هيرد يقول له يا ابني اي سبيس كم ويز يو، انا جاي معاك. ركز، ده سنه ثالثه. لما قال له انا رايح المحل، الثاني اول ما سمع هيقول له ايه؟ هيقول له اي ويل كم ويز يو، انا جاي معاك. نمبر 4 عندنا في حاجه سهله جدا اسمها اوفر، يعني عرض العمل شيء. اي جمله وانت بتقرا لقيت واحد بيعرض حاجه، واحد بيقول لك اي سبيس كاري ذا باج فور يو، خلي بالك يا شباب اي سبيس كاري ذا باج، ده انا هشيل لك الشنطه. اللي بيقول لك يا ابني اي سبيس كاري ذا باج فور يو، ده بيعرض عليك. اي ويل ميك يو تي، اعمل لك شاي. يبقى انا في امتحان لو جالي جمله واحد بيعرض حاجه لازم اختار كلمه ويل. ليه اخترت ويل؟ لان دي اوفر، عرض، بيعرض ان هو شباب كاري ذا باج يشيل لنا الشنطه. طب في عندي ايه تاني في استخدامات ويل؟ نحاول نبسط لك المعلومه، نحاول انت توصل مع بعض احنا نفهم. نمبر 5 في حاجه اسمها بروميس، يعني وعد. دي سهله قوي، هتعرفها من معنى الجمله. If you succeed، لو انت نجحت. I space give you a present، انا هجيب لك present هدية. If you succeed I will. هنا يا جماعة بيعمل له ايه؟ ده بيعمل له هنا promise، وعد. يبقى I will give you a present. Number 6 عندنا في حاجة اسمها threat، يعني تهديد. واحد بيهدد واحد، برضو معنى الجملة مهم. انا اخش امتحان I space punish you، I space if you come late، انا هعاقبك لو انت جيت متاخر. ده هنا بيهدده I space punish you، يبقى اجي في امتحان اختار I will punish you. نمبر 7 عندنا واحده سهله قوي اسمها polite request. polite request يعني طلب مؤدب، ودي يا شباب بتبقى سهله قوي، وهي جمله تقريبا دايما مشهوره جدا. انا لقيت عندي واحد بيقول لواحد مثلا كده في الامتحان space you open the door please، ممكن لو سمحت تفتح الباب. ده شكل مؤدب، يبقى اجي في الامتحان كده اقول له بالراحه اختار will you. ليه؟ لان ده طلب مؤدب. اخر حاجه عندي في استخدامات will حاجه اسمها warning، يعني تحذير. بص يا سنه ثالثه، لان التحذير ده فيه شغل شويه. لو لقيت الجملة جاية لك بكلمة اسمها be careful، احترس، or you space hit the boat، خلي بالك لان انت كده هتخبط في الولد، انا كده بحذرك. لو التحذير ب be careful هتختار انت في الامتحان you will عشان بيحذر. انما لو جاب لك حاجة اسمها watch out احترس، او look out احترس، الاثنين دول فرق بقى. ليه؟ A car space hit you. طب مستر مختار هنا ويل؟ لا، watch out او look out دايما يا جماعه بختار معاها حاجه اسمها is going to hit you. ليه؟ ده حاجه اسمها افعال على وشك الحدوث، انما التحذير بتاعنا اللي هو be careful ومعاه كلمه you. في بعض الناس يقول لك مثلا ان look out لو جت اقول مثلا a car is coming تمشي، بس لو جت في امتحان الاغلب هيجي is going to. يبقى انا قبل ما اخش على نقطه تانية عايز كل اللي قاعد معايا كده يبقى فاهم، احنا لازم جرامر بالذات نفهم كل حاجه. اول درس عندنا بيتكلم عن استخدامات ويل. خدنا يا شباب كام استخدام مع بعض كده بالراحه؟ خدنا ان ويل ليها 8 استخدامات. لو دخلت الامتحان لقيت فيوتشر فاكتس، حقائق مستقبليه، وقلنا يا شباب ان حقائق مستقبليه حقائق
مستقبليه، الجمله اللي فيها عمر انسان ده بيعتبر حقيقه مستقبليه. بريدكشنز اي حاجه من الحاجات دي تبقى دي بريدكشنز، بختار ويل. لقيت جمله فيها اكويد ديسيجن قرار سريع، اوفر عرض، بروميس وعد، ثريت تهديد، وعندي اخر بولايت ريكويست، واخر حاجه ورنينج مع بيكر. نشوف بقى في الجزء الثاني نبدا نشوف استخدامات جوينج تو وبريزنت كونتينوس.